الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 41 من سلسلة دروس كتاب مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للعلامة الشيخ أبي الإخلاص الحسن بن عمار الشرنبلالي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. الله، لا يزال الحديث حول شروط وأركان الصلاة. قال: ومنها، يعني من شروط صحة الصلاة، استقبال القبلة. استقبال القبلة، قال: الاستقبال من قبلت الماشية الوادي، بمعنى قابلته، بمعنى قابلته. وليس السين للطلب، وليس السين كقولك أستغفر الله، يعني أطلب المغفرة من الله، أستطعم الله، يعني أطلب الطعام من الله. فالسين والتاء هو السين، ليست للطلب. لما؟ قال: لأن الشرط المقابلة، الشرط أن تقابل القبلة، لا أن تطلبها، لا أن تطلب المقابلة. الله. قال: وهو شرط، استقبال القبلة شرط بالكتاب والسنة والإجماع، شرط بالكتاب والسنة والإجماع. مما ينبغي أن يعلم أحبابنا أن استقبال القبلة كما قال العلماء هو شرط لصحة الصلاة، إلا أنه شرط زائد، إلا أنه شرط زائد. ماذا يعني شرط زائد؟ يعني هو ليس مقصودا لذاته، بمعنى أن المسجود له هو الله جل وعلا، أن المسجود له هو الله تبارك وتعالى، وإنما شرط الله عز وجل استقبال القبلة اختبارا وابتلاء للمكلفين، اختبارا وابتلاء للمكلفين. لما قال العلماء استقبال القبلة شرط زائد؟ قال: لأنه يسقط استقبال القبلة من غير ضرورة. كيف يسقط من غير ضرورة؟ من يعرف؟ أيوة، على دابة. إذا كنت تصلي على دابة في النافلة فيسقط عنك استقبال القبلة، فلذلك كان استقبال القبلة شرطا زائدا. قال: والمراد منها، من القبلة، بقعتها للبناء. المراد البقعة، المكان الذي وجدت به تلك الحجارة السوداء. حتى لو نوى بناء الكعبة، فلما قال المراد منها بقعتها للبناء، نعم، إذن المعتبر في القبلة ما هو؟ الساحة أو العرصة أو الفراغ التي وجدت فيه تلك الحجارة. لذلك لو أن جبارا من الجبابرة أخذ حجار الكعبة، نقضها حجرا حجرا، وأخذها وبناها في بلده، هل تنتقل الكعبة إلى هنا؟ لا تنتقل. لو أتينا بعد ذلك بحجارة بيضاء وجعلناها، لو لم نأتي بحجارة بالأصل ونستقبل الجهة، الحجارة، استقبال الحجارة غير مقصود لذاته أبدا. نعم. قال: حتى لو نوى بناء الكعبة، لو نوى في الصلاة استقبال الحجارة للقبلة للجهة، قال: لا يجوز إلا أن يريد به جهة الكعبة. وإن نوى المحراب كذلك في الصلاة في المسجد في منطقة بعيدة،
هو لا يرى الكعبة الآن، نوى المحراب كذلك لا تصح صلاته إلا إن نوى الجهة، وهذا مما ينبغي أن يتنبه له، ينوي جهة الكعبة، جهة الكعبة. قال: فللمكي المشاهد للكعبة فرضه إصابة عينها اتفاقا لقدرته عليه على إصابة العين يقينا، والفرض لغير المشاهد، والفرض لغير المشاهد إصابة جهتها أي جهة الكعبة هو الصحيح. يعني الآن الكعبة في أي جهتين؟ تقريبا في الجنوب الشرقي أظن، جنوب انحراف نحو الشرق قليلا هنا في مصر، الجنوب الانحراف نحو الشرق قليلا. عندنا في الشام كانت إلى الجنوب مباشرة، إلى الجنوب مباشرة. أنتم في بلادكم إلى أين جهة القبلة؟ الغرب، غرب إلى الغرب، وهكذا على كل الجميع يتجهون إلى جهة واحدة. الله يجمع عباده، الله عز وجل يجمع المسلمين، وللأسف المسلمون يأبون إلا وأن يتفرقوا. الله يجمعهم وهم يتفرقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ونية القبلة ليست بشرط، نية القبلة ليست بشرط، يعني لا يشترط أن يقول أصلي فرض الظهر متوجها مستقبلا القبلة أو الكعبة، هذا ليس بشرط. لما؟ قال: لأن استقبال القبلة كما قال العلماء من الوسائل، من الوسائل. ومعلوم لديكم القاعدة عندنا، الوسائل لا تحتاج إلى نية كالوضوء، أما الذي يحتاج إلى نية هي المقاصد، الأمور المقصودة. إن شاء الله أن الله أكرمنا وأعاننا وجعلنا بركة في الوقت، نقرأ كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم، يذكر فيه هذه القواعد ويشرحها. قال: ونية القبلة ليست بشرط، والتوجه إليها إلى القبلة يغنيه عن النية، هو الأصح، هو الأصح. قال: وجهتها، جهة القبلة، هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتا للكعبة، مسامتا للكعبة أو لهوائها. إذا توجه وجهتها، هل هذه مثلا الكعبة، وأنا وهي على مستوى واحد، على مستوى واحد. فقال الشيخ: وجهتها هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتا، يعني محاذيا، محاذيا لها لعينها، هذا إذا كان على نفس المستوى، أو لهوائها فيما لو كان في مكان مرتفع فهو يحاذي ماذا؟ هواءها، يحاذي هواءها. أو لو كان في واد منخفض فهو يحاذي كذلك هواءها، إن صح التعبير. نعم. فلما قال: وجهتها هي التي إذا توجه إليها الإنسان يكون مسامتا للكعبة، يعني قلنا مسامتا ماذا معناها؟ محاذيا للكعبة، هذا إذا كان هو والكعبة على أرض مستوية، أو لهوائها إذا كان هو واقفا أعلى منها في جبل مثلا، أو كان أسفل منها. هذا الاستقبال، هذا الاستقبال يكون له نوعان: استقبال تحقيقي واستقبال تقريبي. لذلك قال: يكون مسامتا للكعبة أو لهوائها تحقيقا أو تقريبا، تحقيقا أو تقريبا. قال: ومعنى التحقيق أنه إذا فرض خط من تلقاء وجهه إلى على زاوية
من تلقاء وجهه، أي بعد ذلك ماذا عندكم؟ على زاوية قائمة إلى الأفق يكون مارا على الكعبة أو هوائها. يعني الآن واقفنا، خرج من وجهه خط إلى الأفق، إلى منتهى ما تقع عليه عيني، إلى المكان الذي تلتقي فيه السماء والأرض. هناك لو كان في خط الآن أفقي هكذا، أما الآن خطي طوالي عمودي، وكان في هناك خط أفقي، ماذا يشكل هذا الخط مع ذلك الخط؟ قال يشكل زاوية قائمة. هذا الخط الذاهب من جبهتي من وجهي إلى ذلك الخط الذي في الأفق يمر أين؟ في الكعبة. بعضهم قال لا، نقول الخط هو الكعبة، أن يشكل الخط الذي يصدر من وجهه مع الكعبة زاوية قائمة، هذا إذا كان جالساً في مكان مستوي معها. أما إذا كان عاليا يشكل مع هوائها، يشكل مع هوائها زاوية قائمة. هذا كما قال الشيخ التوجه التحقيقي، التوجه التحقيقي. وهذا يكون غالبا يكون إذا كان مشاهدا لعينها، وكذلك إذا كان مصليا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. التوجه إلى القبلة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام على التحقيق يقينا، لا ينحرف عن الكعبة لا يمينا ولا يسارا، لأن هذه القبلة بوضع الوحي، بوضع جبريل عليه السلام. ومعنى التقريب أن يكون، وهذا الكلام مولانا بالنسبة لجهة القبلة فيه خلاف كثير، يعني كثير من الناس يتنطعون في هذا الأمر ويختلفون، حيث لا ينبغي أن يختلف بالنسبة لجهة الكعبة أو القبلة عند الحنفية. قال ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة. ماذا يعني منحرفا عن الكعبة؟ ليس المراد بالانحراف كما فهمه البعض أن الكعبة الآن موجودة هكذا أنا أصلي هكذا، ليس هذا المراد. قال منحرفا، الفقهاء يقولوا منحرفا عن الكعبة، نعم هذا الكلام غير صحيح، لأن شرط الانحراف عن الكعبة أن يشكل مع الكعبة أو هوائها أو جهتها زاوية قائمة. فهذا الانحراف هل يشكل زاوية قائمة؟ لا يشكل زاوية قائمة هذا الانحراف. نعم قد الذي يشكل زاوية قائمة الانحراف اليسير. ليه الانحراف اليسير؟ لأن المراد أن تستقبل الكعبة أنت بسطح وجهك، بسطح وجهك، وجانب الوجه هنا قد لو خرج منه خط مستقيم يشكل زاوية قائمة. ليس الشرط أن تستقبل القبلة بكامل وجهك، بكامل وجهك. فالانحراف اليسير لا يضر، أما أن ننحرف انحرافا كثيرا هذا هنا الخلل، هنا الخلل. نعم فهذا الآن الكعبة، تمام أحبابنا، قلنا هذه جهتها. فلو صلى الإنسان هنا، لو صلى هنا ما حكم صلاته؟ صحيحة، هو إيش؟ استقبل جهتها. وإذا خرجنا خطا هكذا ماذا يفعل؟ زاوية قائمة. صلى هنا كذلك صحت صلاته، هو مستقبل الجهة، هو مستقبل للجهة. واضح؟ طبعا الذي صلى هنا، صلى هنا إن علم الأكمل في حقه أن يستقبل الكعبة، أن يتجه إلى الكعبة. الآن الوسائل الحديثة يمكن ذلك، الآن بالوسائل الحديثة يمكن أن تكون في أي مكان كنت أن تستقبل عين الكعبة، ممكن حتى إلى حتى قبل صدور هذه الوسائل حبل عبر الحسابات الهندسية، الحسابات الهندسية ممكن يعني علماء الجغرافيا أن خطوط العرض وخطوط الطول أن يكون استقبال عين القبلة قريبا ليس يقينا. يعني إذا فهمنا الآن، قال ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة، منحرفا هكذا يمينا أو منحرفا يسارا عن الكعبة أو هوائها. كان البناء هنا، فالآن منحرف عن ماذا؟ في مكان مرتفع،
ومنحرف عن هواء الكعبة، يعني لو صلى هنا يكون مستقبلا لهوائها، وصلى الآن هنا انحرف يمينا عن هواء الكعبة، ولكن ما زال الآن في جهة الكعبة. قال: ومعنى التقريب أن يكون ذلك منحرفا عن الكعبة أو هوائها انحرافا لا تزول به المقابلة بالكلية، لا تزول المقابلة بالكلية، بأن يبقى شيء من سطح الوجه ولو كان هذا الجزء، ولو كان هذا الجزء من سطح الوجه ولو كان يسيرا جدا، ولو كان يسيرا جدا، بأن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتا يعني محاذيا للكعبة أو لهوائها. كما قلنا الآن أنا لما وقفت هنا عندي هذه يبقى هناك، قال مسامتا للكعبة أو لهوائها، يعني أنا مهما كنت بعيدا هذه الجبهة الآن، هذه الجبهة، هذا الطرف من الوجه يبقى مسامتا للكعبة. إذن الشرط أحبابنا في الأمرين ما هو؟ الشرط في الأمرين هكذا كان هكذا هكذا. الشرط في الأمرين أحبابنا أن يشكل الخط الخارج من الوجه زاوية قائمة مع عين الكعبة أو مع هوائها، أو مع هوائها. أي نعم. الله. قال: ولغير المشاهد إصابة جهتها، لغير المشاهد إصابة جهتها، البعيد والقريب سواء، البعيد عن الكعبة والقريب منها سواء، اشترط فقط أن يصيب جهتها. لذلك قال: ولو بمكة، ولو كان بمكة وحال بينه وبين الكعبة بناء أو جبل على الصحيح، كما في الدراية والتجنيس. هذه على الصحيح حال بينه وبين الكعبة جبل، يعني الإنسان أنا الآن في هذه الكعبة وهنا الآن في جبال وأنا خلف هذا الجبل، خلف هذا الجبل، هل يجب علي أن أستقبل الكعبة يقينا بحيث لو أني صعدت إلى أعلى القمة أرى الكعبة فأستقبلها يقينا، أما إن صليت في أسفل خلف الجبال أستقبلها ظنا وليس يقينا، فهل يجب علي أن أصعد إلى الجبل أم يكتفي أن أصلي خلف الجبال وأستقبلها ظنا؟ قال: الصحيح أنه يكفي أن تستقبلها ظنا، وإن رجح كثير من العلماء أنه لا يكفي، أنه الذي أذكره أن الشيخ الكمال بن الهمام في فتح القدير رجح عدم الكفاية، رجح عدم الكفاية. لما رجح عدم الكفاية؟ قال: أنا عندي أمران قطعي وظني، عندي دليلان قطعي وظني، بأيهما أعمال؟ بالقطعي، وأنت الآن متمكن من استقبال القبلة قطعا، فلما تستقبلوها ظنا؟ فلا يصح. ولكن في هذا يعني ما التشديد، أما الرخصة أن نقول أن نفتي بصحة استقبال القبلة وخلف الجبل ظنا، يعني بسم الله. قال: كما في الدراية والتجنيس. ومن الشروط الوقت للفرائض الخمس بالكتاب بالقرآن، قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ماذا يعني كتابا موقوتا؟ أي فرضا، كتابا فرضا، الكتاب هنا بمعنى كتب الله، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام فرضا، على كتب الله على نفسه، فرض على نفسه، أوجب على نفسه جل وعلا.
فكتابا موقوتا أي فرضا موقوتا. ماذا يعني موقوتا؟ يعني محدود بأوقات، لا يجوز التقدم عليها، لا يجوز التقدم عليها، وكذلك لا يجوز التأخر عنها عند القدرة على ذلك، عند القدرة على ذلك لا يجوز. الباري يقول في القرآن الكريم: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ماذا يعني عن صلاتهم ساهون يا شيخ خالد؟ عن صلاتهم ساهون، قال يعني يؤخرون الصلاة عن وقتها، فإذا ما قارب دخول وقت الصلاة الثانية صلوا الأولى والثانية مع بعض. أولئك ماذا أعد الله لهم؟ ويل. ما هو الويل؟ قيل في تفسيره واد في جهنم، جهنم نفسها تستغيث من حره والعياذ بالله. هذا لمن أخر الصلاة إلى آخر الوقت، فكيف بمن ترك الصلاة؟ ماذا أعد له؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا رب أسألك العافية، أسألك العافية لنا ولجميع المسلمين. قال: والسنة، يعني يقصد بذلك حديث إمامة جبريل عليه السلام، والإجماع، انعقد الإجماع على أن الوقت شرط من شروط صحة الصلاة، الصلوات الخمس. وقد نص على اشتراطه، اشتراط الوقت يعني، في عدة من المعتبرات المعتمدات، يعني الكتب المعتمدة في المذهب. وقد ترك ذكر الوقت في باب شروط الصلاة. هناك مجموعة من الكتب كالقدور كما يذكر الشيخ الآن، المختار للفتوى والهداية، مجموعة من الكتب لما ذكروا تكلموا عن الصلاة ذكروا باب شروط الصلاة، لم يذكروا منها الوقت، لم يذكروا منها الوقت. الشيخ متعجب، قال: لا أدري، مع أنهم هم يقولون بأن الوقت شرط لصحة الصلاة، فلما لم يذكروه؟ هو متعجب الشيخ الآن، الشيخ متعجب. قال: وقد ترك ذكر الوقت في باب شروط الصلاة في عدة من المعتمدات كالقدوري والمختار والهداية والكنز، مع بيانهم الأوقات، ولا أعلم سر عدم ذكرهم له، وإن كان يعني الوقت، وإن كان يتصف بأنه سبب للأداء. يعني الشيخ يعني كأنه يقول، يعني كأنه يرى هو أن الوقت لما كان مختلفا في تحديد ماهيته مع الصلاة، هل هو سبب، هل هو ظرف، هل هو شرط للوجوب، فلما اختلف فيه أو تعددت نسبته، وجوه نسبته للصلاة، لم يذكره أولئك الفقهاء في باب شروط الصلاة. فيقول الشيخ: مع أن يعني كان ينبغي لهم أن يذكروه في كتاب أو في باب شروط الصلاة، مع أن الوقت، قال: وإن كان الوقت يتصف بأنه سبب للأداء، سبب للأداء، يعني من جهة أن الوقت يؤدي ويفضي إلى وجوب الصلاة. ومر معنا أول البحث: أسبابها أوقاتها، وظرف للمؤدى، وأيضا كذلك يتصف الوقت بأنه ظرف للمؤدى. ماذا يعني ظرف للمؤدى؟ ظرف، ماذا يعني كلمة ظرف؟ يظرف للمؤدى، نقول داخل الوقت، داخل الوقت. فإذا قلنا الوقت الذي هو ظرف، ما هي صفته؟ صفته أنه يتسع لنفسه للعبادة ولغيرها. أما الوقت الذي هو معيار لا يتسع إلا للعبادة، مثال ذلك الصوم، الوقت بالنسبة للصوم معيار، أما الوقت بالنسبة للصلاة ظرف يتسع للفرض
ولسائر النوافل ولغيره من جنسها يعني من الصلاة، قضاء واجبات نوافل إلى آخره. قال: وهو ظرف للمؤدب وشرط للوجوب، يعني وإن كان يتصف بأنه شرط للوجوب من جهة أن الصلاة متوقفة على وجوده، الوقت شرط للوجوب من أي جهة؟ من جهة أن الصلاة متوقفة على وجود الوقت كما هو مقرر في محله. أين محل هذا الكلام؟ أصول الفقه. قال: ويشترط اعتقاد دخوله، يشترط اعتقاد دخوله. قال العلماء في تفسير الاعتقاد هنا، قالوا: المراد بالاعتقاد هنا الجزم بدخول الوقت، الجزم بدخول الوقت. لذلك قال كثير من الفقهاء: لا تكفي غلبة الظن، لا تكفي غلبة الظن بدخول الوقت، بل لا بد من اعتقاد دخول الوقت، لا بد من اعتقاد دخول الوقت. نعم، لأن الجزم بدخول الوقت يكون باعتقاد دخوله. قال: لتكون عبادته بنية جازمة غير متردد، يعني الآن الصلاة دخل وقتها أو لم يدخل وقتها، فالآن الصلاة هو متردد فيها يصلي أو لا يصلي، أما إذا دخل الوقت فيصليها بنية جازمة. قال: لأن الشاك ليس بجازم، حتى لو صلى وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه قد دخل، يعني صلى الظهر نظر إلى ساعته هكذا فإذا بها الساعة 11، الظهر عنده لم يدخل فصلى الظهر، فلما انتهى من الصلاة تبين له أن ساعته مقصرة ساعة، يعني الآن الساعة 12 وقد دخل وقت الظهر، ما حكم هذه الصلاة؟ غير صحيحة، ويخشى على فاعلها الكفر، يخشى على فاعل هذا الأمر الكفر والعياذ بالله، وسيذكر الشيخ هذا الكلام. قال: حتى ولو صلى وعنده أن الوقت لم يدخل فظهر أنه كان قد دخل لا تجزئه. ليه؟ لأنه لما حكم بفساد صلاته، هو حكم بناء على دليل شرعي وهو تحريه، لا ينقلب هذا الفرض جائزا إذا ظهر خلافه. قال: ويخاف عليه في دينه، يعني يخشى عليه كما قلنا الكفر. نظير هذه المسألة أحبابنا، نظير هذه المسألة، إنسان صلى بثوب يعتقد أنه نجس، يعتقد أن هذا الثوب نجس، فلما انتهت صلاته تبين له أنه لبس الثوب الخطأ وأن ثوبه كان طاهرا، صلاته غير صحيحة ويخشى عليه الكفر، يخشى عليه، هذا اسمه استخفاف بالدين، استخفاف بالدين، وهذا لا يجوز، يفعله بعض الجهلة، بعض المستخفين والعياذ بالله. طبعا كذلك لو صلى بدون طهارة وهو يعلم أنه غير متوضئ لا يجوز هذا، يخشى على فاعله والعياذ بالله، يخشى على فاعله من الطرد والعياذ بالله. نسأل الله السلام. الغفلة عندما تستولي على القلب يصبح المؤمن أو المسلم أو الغافل، الغافل الغافل يصبح كالسكران كالمخمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله التقيت ببعض الأشخاص الذين نسأل الله السلام لنا ولهم ولجميع المسلمين الذين سيطرت الغفلة على قلوبهم، كلما تكلمت بالحق أمامه كره الحق ويغضب، فهذه مصيبة، نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا نورا يا رب. قال: وتشترط النية، وتشترط لصحة الصلاة النية، وهي الإرادة الجازمة. فسر هنا النية، فسرها بالتفسير اللغويا، فلما قال وهي الإرادة الجازمة أي لغة، النية
لغة هي الإرادة الجازمة. من أين عرفنا بأن النية هي الإرادة الجازمة لغة؟ قال لأن العلماء لما فسروا اللغة النية في اللغة قالوا هي العزم، هي العزم، والعزم والعزم هو أن تكون جازما، عزمت على الشيء، عزمت على الشيء يعني أردت فعله بقصد جازم، بقصد جازم، فهذه هي النية. أما شرعا، أما تعريف النية شرعا كما ذكره في التلويح، قال النية شرعا قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى، قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل، تقصد بفعلك هذا الطاعة والتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلى في الفعل، هذه هي النية. فإذا قلنا، إذا قلنا النية هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل في إيجاد الفعل، هذا تعريف النية. هذا التعريف برأيكم ماذا يساوي؟ تعريف ماذا يساوي؟ هو نفس تعريف ماذا؟ إذا قلنا تعريف النية اصطلاحا وشرعا كما ذكر الشيخ في التلويح، قال النية هي قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل، هذا التعريف هو تعريف ماذا؟ تعريف الإخلاص. تعريف الإخلاص هو نفسه الإخلاص. أنت متى تكون مخلصا؟ عندما تقصد بعملك التقرب إلى الله. يعني قد نزيد على تعريف النية هنا بالإخلاص، هو إفراد، الإفراد، أن تفرد الله في القصد، أن تفرد الله في القصد فتكون مخلصا. والإخلاص أحبابنا كما قال العلماء هو سر، سر بينك وبين الله، لا يطلع عليه ملك مقرب فيكتبه. الإخلاص لا يكتب، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا شيطان فيفسد هذا الإخلاص، ولا هوى فيميل هذا الإخلاص. الإخلاص سر بين الملك جل وعلا وبين المخلصين أو المصطفين من عباده، الإخلاص. اللهم أكرمنا بالإخلاص لتمن علينا بعد ذلك بالخلاص، الخلاص. مصيبة أن تأتي يوم القيامة بأعمال فترد والعياذ بالله في وجهك. كنا على الطريق نتكلم مع الشيخ سامح، قلنا من رحمة الله عز وجل في العبد، من رحمة الله في العبد، هذا ما ذكره فقهاؤنا وأئمتنا، أن العبد، أن العبد لما عرفوا الرياء قالوا الرياء هو أن تقصد بالعمل غير الله عز وجل، أو أو الرياء العمل الذي تعمله في الملأ لا تعمله في الخلوة، هذا يسمى رياء. هذا صاحبه مشرك، شرك أصغر يسمى. هذا أعماله التي يفعلها في العلن مردودة في وجهه قولا واحدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا بعد ذلك، قالوا العمل الذي يفعله في الملأ والخلوة، يصلي هو مثلا الضحى، أن نقول مثلا يصلي الضحى في البيت 4 ركعات وفي الخلوة وفي الملأ كذلك 4 ركعات، ولكن عندما يصليها في البيت يصليها على استعجال دائما، فلما يصليها في الملأ يحسنها، يتم ركوعها ويتم سجودها ويتم قيامها إلى غير ذلك. قال العلماء الله عز وجل من عظيم عدله وجميل كريم فضله جل وعلا أنه يقبل منك أصل العمل ولا يقبل التحسين منه، التحسينات
مردودة في وجهك، لأن هذه كانت لغير الله. أما أصل العمل فهو لله، فلذلك يقبل هذا العمل. بعضنا أحيانا يبدأ بالعمل مخلصا متوجها إلى الله، يخرج من بيته الآن، أنا الآن ذاهب للدرس لله من أجل أن الآن أتعلم كي أخدم المسلمين، كي أرفع راية الإسلام، كي أكون خادما لله، وهكذا. وهو في الطريق يبدأ الشيطان وينفخ في قلبه مقاصد أخرى، فما أن يصل إلى الدرس إلا وأن يتحول المقصد الفرد إلى ألف مقصد. قال هذه المقاصد كلها الله عز وجل لا يلتفت إليها، من فضله ينظر جل وعلا إلى المقصد الأساسي. لحظة خروجك لما كانت لله، فالعمل كله لله، وفي ذلك إخزاء لذلك الشيطان وإياس له كي يوقعه في اليأس. مهما حاولت أن تفسد أعمال عبادي فالله عز وجل هو الملك الرب الرحمن الرحيم. الحمد لله على هذه النعمة. إذن قال تشترط النية وهي الإرادة الجازمة لتمييز العبادة عن العادة، ويتحقق الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى. مر أحد المحاضرين، هذا الكلام إن شاء الله فيه فائدة، أحد المحاضرين في محاضرة وسمعت هذا الجواب كذلك أنا من شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله تعالى، وجمعنا معه في مستقر رحمته تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحد المحاضرين قال شرط دخول الجنة يوم القيامة الإسلام، فقام أحد المتنطعين وقال له يا شيخ أديسون، معروف أديسون مخترع الكهرباء، أديسون الذي اخترع الكهرباء كان ملحدا، يعني هذا في نار جهنم أم في الجنة؟ قال إذا مات على إلحاده فهو في نار جهنم. قال كيف وهذه البشرية الآن تنعم بجميل فعله واختراعه؟ معقول إنسان خدم البشرية لآلاف السنين أو مئات السنين بعد ذلك الله عز وجل يدخله نار جهنم؟ أين العدل الذي تتحدثون عنه، عدل الله عز وجل؟ ما هو الجواب؟ هل عندكم من جواب؟ كيف نجيب هذا الإنسان؟ كيف نجيبه؟ كيف؟ لا، الجواب هو سهل جدا. لا، هو ملحد هذا. الجواب مولانا أنت الآن أنا أريد أن أقوم مثلا ببناء دار، أتيت بموظف عامل ليبني لي هذه الدار، فاتفقت معه أنني سأعطيه أجرة هذا البناء مثلا ألف درهم. موافق؟ أنا وياه متفق. فهو جاء ليعمل عندي مقابل ماذا؟ هو طامع بماذا؟ بالألف درهم، طامع بألف درهم موجود الآن. فلما انتهى من البناء، نعم، أنا كان في عندي مزرعة بستان مليء بالفاكهة، فقلت له أنا سأعطيك هذه الفاكهة الموجودة في البستان وقيمتها 200,000 درهم. 200,000 درهم أفضل من 100,000 درهم. قال لا 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 لا، أنا لا أريد أن أتعب رأسي بحصد هذه وبيعها وقد تفسد، أنا أريد 100 درهم هذه، أريد 100,000 درهم هذه. طيب أنا سأعطيك كذا قيمته 400,000. لا 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 لا، أنا أريد 100,000. سأعطيك كذا قيمته 1,000,000 درهم، أنا أريد 100,000.
فلما أتم عمله، فلما أتم عمله، فأنا أعطيته 100,000، أعطيته 100,000، هل له حق أن يطالبني بثمرة من ثمار البستان؟ ليس له الحق، هو أخذ أجره الذي طلبه ورفض الأجر الذي قدمته له. ولله المثل الأعلى، هذا لما عمل ماذا طلب؟ طلب شيئا فقد أخذه، أخذ ثمن الأجرة، أجرة العمل الذي عمله. هذا قانون نعمل به في الدنيا، فلما لا نعمل به في الآخرة؟ هو أخذ الأجرة التي يبحث عنها وانتهى الأمر، فليس له أن يطالب رب العمل بزيادة بعد أن عرض عليه الزيادة وهو رفضها. أما إن عرض عليه الزيادة بعد ذلك يقول له لا أنت خدعتني، لو قلت لي لا لا لا، الباري تبارك وتعالى أو هذا رب العمل عرض عليه الزيادة ولكن هو الذي رفضها. فبعد ذلك لو جاء بناء آخر، جاء بناء آخر وبنى لي بيتا آخر واتفقت معه على 100,000، ثم بعد ذلك قلت أعطيك كذا وكذا فأخذ فسعد وتاجر وأصبح معه أموال كثيرة، هل يقول هذا الذي أخذ 100,000 لقد خدعتني؟ لما لم تعطيني مثله؟ أنا عرضت عليك ولكنك أنت لم ترضى، أنا عرضت عليك أضعاف مضاعفة. ولله المثل الأعلى، هكذا مثل الناس، أولئك الذين يعبثون في هذه الدنيا يعملون لغير الله عز وجل. لذلك لما قال سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث أول ما يسعر في نار جهنم من؟ ثلاثة. أول واحد قارئ، يعني عالم، العالم القارئ للقرآن، فيسأله الباري تبارك وتعالى ماذا فعلت في الدنيا؟ فيقول له يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته من أجلك. انظر لهذه الوقاعة والكذب على الله يكذب. لذلك الحارث المحاسبي ماذا يقول؟ له كلمة عظيمة من أنا صغير سبحان الله أحفظها، أعد لكل سؤال جوابا ولكل جواب صوابا. لكل سؤال هي الآن في الدنيا جواب، ولكن مع كل جواب صواب. فيقول له الباري تبارك وتعالى كذبت، أنت تعلمت وعلمت وقرأت وأقرأت وجاهدت، يقال لك عالم، يقال عنك بأنك منفق، يقال عنك بأنك شجاع، وقد قيل أخذت أجرك وما ربك بظلام للعبيد، خذ عبدي هذا إلى نار جهنم وينتهي الأمر. فحري بنا أحبابنا قبل أن نقوم بأي عمل، أي عمل. لذلك أنا هذا الكلام أذكره كثيرا، أذكره عن سيد الشيخ عبد الوهاب الشعراني، قرأته له، يعني كان يقول ليعذرنا أولئك الفقراء إذا ما سألونا شيئا وتأخرنا عن إجابتهم، وإنما يمنعنا من الاستعجال في قضاء حوائجهم أننا ننازع نياتنا، نحرر النية. نحن لا نعمل عملا بدون نية، لا نعمل، لسنا انفعاليين هكذا، نحرر النية. نحن لما نعمل؟ لما 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 سأعطيه، لما سأعطيه، لما سأقضي حاجته، لما لما لما، حتى يتحرر الأمر عندي، يتأكد أنه لله، أنه لله عز وجل، أقوم بالعمل. وإلا إذا كان لغير الله لا أفعله. أنا لا أعطيك ولا قرشا واحدا لغير الله حتى تقول عني بأني أنفقت، لا أعطيك، يعني أنا في حالة خسارة في الدنيا، خسرت هذا القرش، وفي الآخرة خسرت رحمة ربي والعياذ بالله. فهذا أمر ينبغي أحبابنا أن نعتني به، أن نهتم به، تحرير النيات. هذا كلام بين قوسين إن شاء الله ينفعنا بإذن الله. قال لتمييز العبادة عن العادة ويتحقق الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى. قالوا تشترط التحريمة وليست ركنا، وليست ركنا، هذا عند سيد أبي حنيفة وأبي يوسف. أما الإمام محمد قال هي ركن، هي ركن. طبعا تظهر ثمرة الخلاف في صور متعددة، من هذه الصور التي تظهر فيها ثمرة الخلاف فيما لو كان حاملا لنجاسة مانعة، فلما نسي هو نسي فقال الله، قبل أن ينطق بكلمة أكبر تذكرها، رماها أكبر
صح صلاته عند سيد أبي حنيفة وأبي يوسف وما صحت عند الإمام محمد. نعم. كذلك الآن وقف يريد أن يصلي ولحظة الاستواء، وذكروا هذا المثال الفقهاء، لحظة الاستواء قال الله أكبر، مالت الشمس، مالت الشمس قبل أن ينطق بالراء، صح شروعه عند الشيخين ولم يصح عند الإمام محمد. عفوا والله ما فهمت أوراق. نعم مثالين، الأول إنسان حامل نجاسة مثلا ونسي أنه حامل نجاسة فقال الله وقبل أن يجزم الراء بأكبر رماها، نجاسة مانعة من صحة الصلاة، مانعة من صحة الصلاة، رماها ثم جزم الراء، صح شروعه عند سيد محنيف عند الشيخين ولم يصح عند الإمام محمد. قال وعليه يعني على القول بأن التحريم شرط وليست ركنا عامة المشايخ المحققين على الصحيح، على الصحيح استدلوا على كونها شرطا وليست ركنا بأن الباري تبارك وتعالى قال في الصلاة وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه فصلى، عطفت الصلاة على الذكر، عطفت الصلاة على الذكر، والعطف ماذا يقتضي؟ المغايرة، فكانت الصلاة غير الصلاة، غير التكبيرة. قد يقول قائل لا هذا الكلام غير صحيح، هذا من عطف الكل على الجزء، هذا من عطف الكل على الجزء، وكلامه هذا وجيه. قال ليس بوجيه. ليه؟ قال لأن عطف الكل على وجيه على الجزء يكون لنكتة بلاغية، وهنا لا نكتة بلاغية، ما في فائدة بلاغية، لا توجد فائدة بلاغية، فهذا عطف يقتضي المغايرة وليس من عطف الكل على الجزء، والله أعلم. هكذا قال فقهاؤنا. قال والتحريم جعل الشيء محرما، والهاء لتحقيق الاسمية، التحريم يعني، ما قال وتشترط التحريم، قال والهاء لتحقيق الاسمية، ماذا يعني لتحقيق الاسمية؟ يعني هذه الهاء في التحريم دخلت على التحريم لتدل على أن ما دخلت عليه اسم وليس مصدرا، وليس مصدرا، واضح؟ فإذا هذه الهاء دفعت توهم كون التحريم مصدرا وإنما هو اسم، والله أعلم. وسمي التكبير يعني هم هكذا قالوا يعني للتنبيه على أنها اسم وليست مصدر. قال وسمي التكبير للافتتاح أو ما يقوم مقامه أو ما يقوم مقام التكبير تحريمة. هل هناك أشياء تقوم مقام التكبير في الدخول في الصلاة؟ كيف قال أو ما يقوم مقامه؟ نعم هناك أشياء تقوم مقام التكبير، كأن يقول الله أعظم الله أجل، هذه تقوم مقام التكبير على المعتمد عندنا. وسمي التكبير للافتتاح أو ما يقوم مقام التكبير تحريمة. ليه؟ قال تحريمه الأشياء المباحة من أكل وشرب وكلام وغير ذلك، الأشياء المباحة خارج الصلاة، وشرطت التكبيرة يعني، وشرطت التكبيرة بالكتاب، شرطت بالكتاب، يقصد في ذلك قوله تعالى وربك فكبر، وربك فكبر، كأن المفسرين والله أعلم اتفقوا على أن المراد بالتكبيرة هنا بالتكبير تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. طيب السؤال الآن كيف علموا
أن المراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام. الباري ماذا قال؟ وربك فكبر. كبر فعل ماذا؟ فعل أمر، وهو يدل على الوجوب. الأمر المطلق يدل على الوجوب. بحث الفقهاء هل هناك تكبير فرض؟ قال ما وجد إلا تكبيرة الإحرام فتعينت. فقلنا هذا النص، هذا نص في بيان فرضية تكبيرة الإحرام كي لا يلزم تعطيل النص القرآني، والله أعلم. قال وشرطت بالكتاب والسنة، يقصد بذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، وتحريمها مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. قال والإجماع. ويشترط لصحة التحريمة 12 شرطا، ذكرت منها 7 متنا والباقي شرحا. يعني الآن بعد ما ذكر شيئا من شروط الصلاة، هناك شروط خاصة بتكبيرة الإحرام. فالأول من شروط صحة التحريمة أن توجد مقارنة للنية، أن توجد مقارنة للنية حقيقة، حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما. كيف تكون المقارنة الحقيقية؟ المقارنة الحقيقية هو أن ينوي مقارنا للشروع بالتكبير. الآن أكبر للصلاة، أنوي في قلبي أصلي الآن في قلبي، الآن أقول الكلام وترجم عما في قلبي، أصلي فرض الظهر الحاضر الله أكبر. واضح؟ هذه مقارنة حقيقية، وهذه الأفضل وهذه الأكمل. حتى ولو كان في عندك مقارنة حكمية، كيف المقارنة الحكمية؟ أنا الآن قبل أن يدخل، قبل أن أشرع في الصلاة، المقارنة الحكمية هي أن تقدم النية على الشروع، أن تقدم النية، نية الصلاة على الشروع في الصلاة. أنا الآن أريد أن أصلي، فذهبت لأتوضأ، توضأت من أجل، انتبه، أنا توضأت من أجل ماذا؟ من أجل أن أصلي الظهر، توضأت من أجل أن أصلي الظهر جماعة كذلك. فلما توضأت ولم أشتغل بعد الوضوء بما يدل على الإعراض كالأكل والشرب والنوم قاعدا مثلا والذهاب بالبيع والشراء، لم أشتغل، لم يوجد فاصل. حتى بعض الفقهاء قال لم يوجد فاصل يمنع من البناء، وبعضهم قال هذا القيد غير صحيح، ذكر أسبابا لهذا. فالمهم لما توضأ نوى بهذا الوضوء أن يصلي الظهر مثلا لوحده منفردا، أو أن يصلي مع الجماعة. فلما انتهى من الوضوء توجه للصلاة وقال الله أكبر، ولم يستحضر النية في قلبه، صح شروعه. ذهب للمسجد ودخل في الصلاة ولم يقل مقتديا الله أكبر، صح شروعه، وكان صلاته جماعة. ليه؟ لأنه لما توضأ كان يتوضأ لأجل هذا الفعل أولا. الشيء الثاني، لم يوجد فاصل بين النية، بين الوضوء وبين الشروع في العبادة. هذه تسمى مقارنة حكمية، هذه مقارنة حكمية طبعا. ومما ينبغي أن نعلمه أحبابنا، سؤال، هل يجوز أن نقدم النية على دخول الوقت أو لا يجوز تقديم النية على دخول الوقت؟ أنا الآن أريد أن أصلي الظهر اليوم، الآن نويت صلاة الظهر، هل يجوز هذا تقديم النية على الوقت أو لا يجوز؟ بمعنى هل يجب علي أن أجدد النية بعد دخول الوقت إذا لم يوجد فاصل يمنع من البناء، وأنا كنت قد نويت قبل دخول الوقت، هل يصح هذه النية أم لا تصح؟ يصح. ما دليلك على الصحة؟ في دليل واضح، الدليل ما هو الدليل على جواز تقديم النية على الوقت؟ لأنها الجواب يكون غير هيك، الجواب غير هيك، أحسنت، لأنها شرط، والشروط تتقدم على المشروط، تتقدم على المشروط، فيصح أن تقدم النية على الوقت، يصح. نعم، يعني كما تقدم الوضوء على وقت الصلاة كذلك تقدم النية، بس بشرط حتى تعمل هذه النية عدم وجود فاصل،
يمنع من البناء. بعد ماذا؟ بعد الفاصل. نعم. على يكون هذا النية أنا عمله بتقديم مقام النية. لا. مثلا أنا ذهبت إلى السوق بعد السوق رجعت إلى الصلاة. قد يكون ذهابه للمسجد يحتمل عدة احتمالات، ليرى فلان، ليقضي أي حاجة أخرى، هذا ممكن. ما قال الفقهاء يجب تعيين الفرض لما تقول أصلي فرض الظهر، أنا الآن واقف لأصلي الظهر، لابد من تعيين فرض الظهر ليه؟ لوجود المزاحم ولو توهما، فهنا لابد من تخليص الأمر. قال بلا فاصل بينها وبين النية بأجنبي يمنع الاتصال كما ذكرنا. يعني لما قال بأجنبي يمنع الاتصال خرج بذلك الفاصل الذي لا يمنع الاتصال. ما هو الفاصل الذي لا يمنع الاتصال؟ كالمشي، لأن المشي كما تعلمون مشروع في الصلاة، إنسان سبقه الحدث يمشي يذهب ويرجع مشروع. هنا الذكر، ذكر الله الذكر، الصلاة كلها ذكر، فهذه فواصل لا تمنع الاتصال. نعم، أجنبي بيّن لك أجنبي، ما هو الأجنبي؟ يمنع الاتصال، يعني أجنبي عن الصلاة، أجنبي لا علاقة له لا بالنية ولا بالصلاة. نعم. قال للإجماع عليه، يعني الإجماع عليه، أنا ممكن أن نقول عليه للإجماع على اشتراط عدم الفاصل، أو نقول للإجماع على هذا الشرط، الإجماع على هذا الشرط الذي هو ماذا؟ المقارنة. يصح الأمران. قال كالأكل والشرب والكلام، هذه موانع كلها إيش؟ فواصل أجنبية. فأما المشي للصلاة والوضوء يصح بالوضوء الرفع والجر. فأما المشي للصلاة والوضوء، يكون الوضوء معطوفا على المشي، أو نقول الوضوء معطوف على الصلاة، فأما المشي لأجل الوضوء، يعني يصح الوجهان. فأما المشي للصلاة والوضوء فليس مانعين، ليه؟ كما قلنا هما مغتفران، مسموح بهما في الصلاة لمن سبقه الحدث. قال والثاني من شروط صحة التحريمة الإتيان بالتحريمة قائما، يعني هذا فيما يفترض له القيام من الصلوات المفروضة والواجبة، أما النفل لا يشترط له ذلك، فليس من شروط صحة الصلاة التحريمة الإتيان بها قائما، له أن يأتي بها قاعدا. إذن هنا الثاني من شروط صحة التحريمة الإتيان بالتحريمة قائما، يعني فيما يفترض القيام فيه. نعم. الله. أو منحنيا قليلا. حتى بعض الفقهاء قال المراد بالقيام هنا القيام الحكمي، أو بالأحرى القيام، المراد بالقيام هنا ما يعم القيام الحكمية. ما هو القيام الحكمي؟ قال أراد بهذا الكلام أن يدخل في ذلك قعود المعذور الذي يصلي الفرض قاعدا، هذا قائم حكما. قال الإتيان بالتحريمة قائما أو منحنيا قليلا قبل وجود انحنائه بما هو أقرب للركوع. ولا كيف أعرف نفسي أقرب للركوع أو لست بأقرب للركوع؟ قال الأقرب للركوع تصل يداه للركبة، فإذا وصلت يداك إلى ركبتيك، نالت يداك ركبتيك، فأنت أقرب إلى الركوع. إذا لم تصل يداك إلى ركبتيك فأنت أقرب إلى القيام. عرفت كيف؟ أنا واقف الآن، انحنيت، يدي
استطعت أن ألمس الركبتين؟ قال لا، فأنا أقرب إلى القيام الآن لو كنت الله أكبر يصح. لما هذا الكلام؟ لو أنا دخلت المسجد الآن، دخلت المسجد فوجدت الإمام في الركوع، فبعلى أنا على عجلة من أمري خشيت أن يرفع رأسه وأريد أن أدركه، أن أدرك معه هذه الركعة، فأثناء الانحناء قلت الله أكبر وانحنيت. فهنا الآن أقدر تقديرا، هل انحنائي هذا كان أقرب إلى الركوع أم إذا كان أم أقرب إلى القيام؟ إذا كان أقرب إلى القيام فصح شروعي في الصلاة، إن كان أقرب إلى الركوع ما صح الشروع في الصلاة. هنا حتى قالوا، أظن سيأتي الآن معنا، سيأتي. قال الثاني أو منحنيا قليلا قبل وجود انحنائه بما هو أقرب للركوع. قال في البرهان لو أدرك الإمام راكعا فحنى ظهره ثم كبر، إن كان إلى القيام أقرب صح الشروع، ولو أراد به، انتبه، صح الشروع ولو أراد به تكبير الركوع. لو أراد بهذه التكبيرة تكبيرة الركوع صح شروعه. قال وتلغو نيته، وتلغو نيته ليه؟ قال قاعدة الذكر في محله، الذكر في محله لا يتغير بعزيمته. من يأتيني بمثال بالعبادات أنه لو نوى غيرها يقع عين الواجب؟ الصوم. أيوة أحسن، الصوم في رمضان. قال أصوم غدا نافلة لله تعالى، وغدا واجب رمضان، يقع عن فرضه رمضان، يقع عن فرضه رمضان. نعم، فالذكر في محله لا يتغير بعزيمته. نعم. قال لأن مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبير مرتين، مدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبير مرتين، يكفيه تكبيرة واحدة، يعني لا يحتاج إلى تكبيرة التحريم وتكبيرة الركوع، لا يحتاج، يكفيه تكبيرة واحدة. قال وإن كان إلى الركوع أقرب، يعني بأن تنال يداه ركبتيه، ما الحكم؟ قال لا يصح الشروع، لا يصح شروعه في الصلاة. قال والثالث منها من شروط صحة الصلاة، عفوا التحريمة، نعم، يبدأ مرة أخرى، ما صح شروعه في الصلاة، ما صح شروعه في الصلاة. والثالث منها من شروط صحة التحريمة عدم تأخير النية عن التحريمة، لأن الصلاة عبادة. معنى الصلاة عبادة، يعني الصلاة من قولك الله أكبر إلى قولك السلام عليكم هذه عبادة واحدة، عبادة واحدة. معنى عبادة واحدة يعني ما بتتجزأ، ما منقول اللحظة الأولى عبادة واللحظة الثانية عبادة، لا لا، هي كلها عبادة وليست عبادات، وليست عبادات، هي عبادة واحدة، لأن الصلاة عبادة وهي لا تتجزأ، وهي لا تتجزأ. فمعنى قوله وهي لا تتجزأ ماذا يقصد بذلك؟ أول شيء قال الثالث منها من شروطها التحريمة عدم تأخير النية عن التحريمة، يعني يكون هناك مقارنة، وقلنا المقارنة نوعان، حقيقية وحكمية. فلو أنه نوى بعد تكبيرة الإحرام قال الله أكبر وصلي فرض الظهر الحاضر في قلبه، طبعا يكون بذلك قد وقع جزء من الصلاة بلا نية. فإذا قلنا بجواز تأخير النية عن تكبيرة الإحرام نقول إذن الصلاة عبادات وهي أو عبادة متجزئة، وهذا لا يصح، الصلاة عبادة واحدة والواحد يتجزأ، الواحد لا يتجزأ. قال أن الصلاة، وكذلك قال بعض الفقهاء لو قلنا بأن جزء من الصلاة هذه الأول
نقول نبني عليه باقي الصلاة الذي جاء مقرون بالنية. قال البناء على فاسد، فاسد لا يصح البناء هنا، لا يصح البناء. قال وهي لا تتجزأ، فما لم ينوها لا تقع عبادة ولا حرج في عدم تأخيرها. جميل هالكلام هذا، هناك انتبه، يعني كأن قائلا يقول أنتم يا أيها العلماء كأنكم يعني ما عندكم دقة في التعبير، كلامكم غير دقيق. تفضل، لما كلامنا غير دقيق؟ قال أنتم قلتم الصوم يجوز لفلان من الزيد من الناس أن يصوم بعد طلوع الشمس الفجر هكذا إلى قبيل الضحوة الكبرى، فقد أخر النية عن الصوم هنا، فوقع جزء من الصوم خارج النية، فكيف فعلتم ذلك؟ وقلتم بالصلاة لا يصح. الجواب كما سيقول الشيخ الآن، الجواب أن هو أجاب الشيخ، قال ولا حرج في عدم تأخيرها، يعني لا حرج. نحن لما قلنا بجواز تأخير النية عن طلوع الفجر في الصوم؟ لوقوع الحرج، لوقوع الحرج بأن تكون النية مقارنة لطلوع الفجر، وهذا لا يتقنه كل مسلم. يقف هكذا ينظر، طلع الفجر أنمي، لا 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 ما طلع، انتظر، طلع لا لا بقي نصف دقيقة، وهكذا. هذا فيه حرج شديد للأمة، فرفع هذا الحرج بتأخير، بجواز تأخير النية إلى قبيل الضحى الكبرى. أما تقديم النية أو مقارنة النية للشروع في الصلاة لا مشقة فيه ولا حرج. أجهل الناس، أجهل المسلمين يعرف كيف يقرن النية بالتكبير، فلا حرج في ذلك. قال فما لم ينوها لا تقع عبادة ولا حرج، يعني ولا مشقة في عدم تأخيرها، في عدم تأخير النية، بل يعني لا حرج في قصص هو أراد، لا حرج في مقارنة النية للتكبيرة. قال بخلاف الصوم، قال وهو صادق بالصوم، يعني يصح الصوم، وهو أي الصوم صادق صحيح مقبول بالنية المقارنة، بالمقارنة وبالتقدم على التقدم على العبادة، والأفضل المقارنة الحقيقية في الصوم، يعني للاحتياط خروج، والأفضل المقارنة الحقيقية يعني أين؟ في الصوم للاحتياط، وهذا لا يقدر عليه في هذا الزمان، قد يقدر عليه الكل أنه ضبط الآن أوقات خروج طلوع الفجر. قال والأفضل المقارنة الحقيقية للاحتياط خروجا من الخلاف، وإيجادها بعد دخول الوقت، وإيجادها إيجاد النية بعد دخول إيجاد نية الصوم، إيجاد نية الصوم بعد دخول الوقت مراعاة للركنية، يعني مراعاة للقول بركنية النية، يعني ليظهر لنا أن النية كانت في العبادة وليست خارج، أن الركن ما كان في داخل الماهية، داخل الماهية. هذا معنى قوله مراعاة للركنية. أستغفر الله، أستغفر الله. قال والرابع منها، الرابع منها نقرأها، هذه معنا وقت نقرأ أحبابنا، تعبتم خالد؟ ما تعبنا؟ طيب نقرأ. والرابع منها النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه بدون صمم، بدون صمم. أما لو كان أصم أو هناك أصوات ضجيج، هو يأتي بالتحريمة ولكن لا يسمعها، السبب الضجيج الذي من حوله، هل يجب عليه أن يرفع صوته كي يسمعها؟ قال لا، يرفع صوته بمقدار ما لو أزيل هذا الضجيج لسمع صوته. قال ولا يلزم الأخرس تحريك لسانه على الصحيح، بل يكفيه أن يوجد النية في قلبه، لأنه كما تعلمون أحبابنا سيأتي معنى هذا، أن النطق بالنية ليس بسنة بل هو بدعة،
ولكن بدعة حسنة. حتى بعض العلماء قال بعض علمائنا قال التلفظ بالنية سنة، لم يرد بقوله سنة أنه وارد عن النبي، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي هذا الكلام أظن سيذكره الشيخ، وإنما أراد به أنه سنة العلماء، سنة العلماء. أن أحبابنا نحن في زمان الآن القلوب مليئة بالمشاغل والهموم، وللأسف الواحد بمجرد ما قال الله أكبر تذكر جميع هموم الدنيا، صارت جميع هموم الدنيا الآن ماثلة بين يديه وفي قلبه. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نسي كل شيء. هذا للأسف، هذا حال كثيرين. يعني نسأل الله، نستغفر الله. فأحيانا الإنسان يشرع في الصلاة وقلبه تتخطفه الدراهم من هنا، الطعام من هنا، الزوجة من هنا، الأولاد من هنا، التجارة من هنا، السيارة العربية من هنا، الثياب من هنا، إزعاج فلان من هنا، الدين من هنا، المرض من هنا، كلاليب مقبلة على قلبه كل منها يريد أن يجذبه إليها، فقلبه مشغول محطم مسكين. فكيف يعني يحاول أن، كما هو المذهب عند الشافعية، من شروط من أركان الصلاة وجود الإخلاص ولو للحظة من لحظات الصلاة. هذا عندهم ركن في الصلاة، الخشوع ركن من أركان الصلاة عندهم ولو للحظة. فأنا كيف الآن بدي أصلي؟ فأتلفظ أقول أصلي فرض الظهر، وحاول تخليص قلبي من هذه المشاغل كلها، فأكتب هذه الكلمات على القلب كلمة كلمة، أطبعها باللسان، أصلي فرض الظهر الحاضر الله أكبر، بعد ذلك يستسلم، أسأل الله السلامة. قال وغير الأخرس يشترط سماعه نطقه، على الأصح كما قال شمس الأئمة الحلواني. وأكثر المشايخ، هذا المبحث الآن هام جدا، هذا المبحث الآن الذي سيذكره الشيخ الآن هام جدا، انتبهوا إليه. قال وأكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر، الآن سيذكر لنا، ممكن أن نكتب هنا مطلب في بيان حقيقة الجهر، ما هو الجهر، حقيقة الجهر أو الجهر والمخافة. قال وأكثر المشايخ على أن الصحيح أن الجهر حقيقته أن يسمع غيره، والمخافة أن يسمع نفسه، هذا أكثر المشايخ. وقال الهندواني لا تجزئه تكبيرة الإحرام، يعني ما لم تسمع أذناه ومن بقربه، يعني واحد عن يمينه، وينبغي أن يكون صحيح السمع. أما إذا كان أصم ولم يسمع يعني هذا مرفوع عنه. فالسماع شرط فيما يتعلق بالنطق باللسان، التحريم لا تصح إلا بالسماع، والقراءة السرية في الظهر والعصر لا تصح إلا أن تسمع أنت، والتشهد لا بد أن تسمع، والأذكار إنسان جلس يقرأ القرآن قرأ ختمة من أولها إلى آخرها ولم يسمع حرفا واحدا، ما قرأ شيئا، هذا ما قرأ شيئا. الشرط هذا على مذهب أكثر المشايخ، نعم، أن شرط الصحة أن يسمع نفسه. الذكر بعد الصلاة سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لابد أن تسمع نفسك. والتسمية على الذبيحة، ووجوب سجود التلاوة، إنسان وصل إلى قوله إلى نص قرآن فيه سجود فقرأه ولم يسمع نفسه، لا تجب عليه سجدة التلاوة. والعتاق قال لعبده أنت حر، لابد أن يسمع هو، فإذا لم يسمع ما صح اعتاقه. قال لزوجته أنت طالق ولم يسمع هو، نعم كذلك لم يسمع مع كونه صحيح السمع، بمعنى أنه قالها حرك لسانه فقط. والاستثناء إنسان قال لزوجته مثلا أنت طالق
أنت طالق. ثم قال إن شاء الله، لا تطلق زوجته، ولكن هذه إن شاء الله حتى تصح استثناء لا بد أن يسمعها هو، لا بد أن يسمعها هو. هنا حدثني أحد الشيوخ زوجته تزعجه بأمر، فقال لها مرة: يا امرأة لا تفعلي هذا، هذا يزعجني أنا. هي تداعبه فتفعله مرة ثانية وثالثة ورابعة، فقال لها: يا امرأة أنا أطلقك أنت إذا فعلت هذا الأمر مرة ثانية. ففعلته، قال: أطلقني. لك يا امرأة يا امرأة يا امرأة يا امرأة، هي لا ترد عليه. فقال لها: إن فعلت هذا الأمر مرة ثانية فأنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. ثم قالت عنه إن شاء الله. هي ما تعلم هذا الحكم. فقال لي: استمر سنوات سنوات وأنا الحمد ما فعلت هذا الأمر، إلى أن قدر الله عز وجل بعد أن تقدم بنا السن فعلت هذا الأمر، فجلست تبكي. فقال: أنا لما قلت لك هذا الكلام قلت إن شاء الله، وهذا استثناء فلا يقع اليمين. نعم، فالاستثناء حتى يعمل عمله، ما المطلوب؟ أن تسمعه أنت، لا تطلق وأنت لن تسمع الاستثناء إياك، فينفلت الأمر من بين يديك. والطلاق والاستثناء واليمين كذلك، حلف يمينا، والنذر والإسلام، لا يصح الإسلام إلا أن ينطق بالشهادتين فيسمع نفسه، والإيمان كذلك، وليس والأيمان، والإيمان لا يصح إلا بالنطق بالشهادتين. حتى لو أجرى الطلاق على قلبه وحرك لسانه من غير تلفظ يسمع لا يقع، وإن صحح حروفه. قال أن أخرج الطاء من مكانها، واللام من مكانها، والألف من مكانها، والقاف من مكانها، ولكن لم يسمع. أحبابنا، ليس كل ما نسمعه نجربه. بالنسبة للطلاق، مرة من المرات أحد يعني أحد المشايخ شيوخنا يعني الكرام الأفاضل، وهو يداعب الناس أثناء في عنده دروس خاصة ودروس عامة، وأثناء الدرس يعني يداعب بعض الطلاب، أحيانا من الحضور أحيانا عوام كبار في السن، يعني هم أصدقاء للشيخ، كان يلعب معهم في الشارع لما كانوا صغار. نعم، فمرة أثناء الدرس الشيخ عم يتكلم، فتكلم رجل كبير هو من أصدقاء الشيخ يعني، وفي مزح بينه مزاح بينه، فقال له الشيخ كلمة يعني، فضحك هو صديقه هذا موجود أحد الطلاب طلاب الشيخ. في اليوم الثاني كان عامل درس وموجود في الدرس بعض العوام كبار في السن، فقدر الله عز وجل أن يتكلم أحد الطلاب الكبار بكلمة قريبة من الكلمة التي قالها ذاك، فأراد أن يقلد الشيخ فتكلم بنفس الكلمة، فغضب الناس عليه وأهانوه وشتموه، وقال: أنت قليل الأدب، ليس كل ما يقال أمامك ما يصلح لغيرك لا يصلح لك، ما يصلح لغيرك لا يصلح لك. نعم، فإذا الواحد منا قد يسمع أشياء يعني ليس له أن يطبقها، ينبغي أن يراعي الوضع الراهن. فالآن تذهب أنت لزوجتك فتقول لها أنت طالق، ثم بعد ذلك لا تسمع الاستثناء، فهذه مشكلة. ليس كل لا في مقارنة كذلك، مقارنة كذلك. هلا في قول لابن عباس لم يشترط المقارنة، وحتى قول بعض فقهائنا قالوا لم يشترط، قالوا لا مانع من الفاصل غير الطويل، الفاصل القصير يعني، الفاصل القصير. المهم الواحد أحبابنا ليس مضطرا لهذه الأمور، ليس مضطرا. وقال الكرخي، إذا الآن ذكر الشيخ كلام من الرأي الهندواني في المسألة، الهندواني ما رأيه؟ أنه من شرط الشرط السماع، الشرط أن يسمع هو حتى يتعلق الحكم بهذه الكلمة. قال الكرخي: القراءة تصحيح الحروف وإن لم يكن صوت بحيث يسمع، والصحيح خلافه. هذا كلام غير معتمد، يعني لو قال لزوجته
أنت طارق ولم يسمع هو وحقق الحروف يقع الطلاق عند الكرخي. قال المحقق الكمال بن الهمام رحمه الله تعالى: يعلم أن القراءة وإن كانت فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلام، والكلام لا انتبه، القراءة وإن كانت فعل اللسان لكن فعله فعل اللسان الذي هو كلام، والكلام بالحروف. انظر الآن تدقيق الكمال وتحقيقه للخروج بجواب صحيح حول هذه المسألة. قال: والحرف كيفية تعرض للصوت، إذن هناك صوت، الحرف كيفية تعرض للصوت. تقال علماء الصوت كيف يخرج، هناك حبال صوتية، حبال موجودة هكذا، يخرج الهواء من بينها فتصوت هذه الحروف، تصوت هذه الحبال. كما أن الآن مثلا يأتي بشيء صغير هكذا وانفخ يخرج صوت صفير بين شيئين. قال: والحرف كيفية تعرض للصوت وهو أخص من النفس، فإنه النفس يعني الصوت، النفس المعروض بالقرع، فالحرف عارض للصوت لا للنفس، فمجرد تصحيحها أي الحروف بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج لا حروف فلا كلام، انتهى. وهذا التحقيق غاية في الدقة صراحة. قال: من متعلقات القلب النية للإخلاص، فلا يشترط لها النطق كالكفر. إذن فلا يشترط لها لمن؟ للنية. ليه؟ لأن النية من متعلقات القلب، يعني هي عمل قلبي، والأعمال القلبية لا يشترط فيها التلفظ. قال: فلا يشترط لها النطق كالكفر بالنية. إنسان نوى أن يكفر، نوى أن يكفر ولكن لم يكفر، ولكن يخشى عليه أن يقع في الكفر بعد إذن، يخشى عليه. قال الحافظ ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، انظر كدقة كلامه ماذا قال. قال الحافظ، أعطاه وصفه اللائق به، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ولا ضعيف أنه كان يقول عند الافتتاح أصلي كذا، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين، بل المنقول أنه كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر. وهذه بدعة. إيش وهذه؟ يعني النطق بالتحريم بالنية، النطق بالنية. ولكن الشيخ ابن نجيم رحمه الله في البحر له كلام جميل هنا. قال ابن نجيم في البحر: التلفظ بالنية بدعة حسنة عند قصد جمع العزيمة. النية بدعة حسنة متى؟ إذا قصد المتلفظ بها جمع عزيمته، فتكون فيكون التلفظ بدعة حسنة. تدقيق في هذه المسائل رائع من أئمتنا الأعلام رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم. وفي مجمع الروايات: التلفظ بالنية كرهه البعض، لأن عمر رضي الله عنه أدب من فعله وأباحه البعض لما فيه من تحقيق عمل القلب وقطع الوسوسة. وعمر رضي الله تعالى عنه إنما زجر من جهر به، طبعا الجهر بالنية قلنا هذا مرفوض ممنوع. فأما المخافتة به بالتلفظ فلا بأس به. كنت مرة أحبابنا، هذا حصل معي، حصل معي شخصيا، أول مرة أذهب إلى العمرة، هذا من 20 عاما تقريبا، وكنت فرحا جدا. ودخلت مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان صلاة العصر، فكنت يعني في حالة روحانية رائعة بشوق شديد لأن أرى روضة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله.
أقيمت الصلاة، إلى أين أذهب؟ إلى الروضة، إلى أرى مقام يعني قبر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أم أصلي العصر في حالة الشوق؟ فدخلت لأصلي العصر وأنا قبيل الصلاة، فرحان فرح شديد جدا، قلت أصلي. الإمام دخل في الصلاة وكان واقف أمامي شخص، طبعا رجليه رجل في الشمال في الشرق ورجله في الغرب هكذا، عامل هكذا كي لا يمر الشيطان بيني وبينه، وإنما يمر من بين رجليه هكذا، رجل هنا ورجل من هنا واقف. فأنا قلت أصلي فرض العصر، انتبه هو في الصلاة، هو في الصلاة، أصلي فرض العصر، فإذا به يضربني هكذا على بطني، بدعة يا شيخ، ويتابع الصلاة. والله يا أخواننا يضربني هكذا على بطني ويقول بدعة يا شيخ ويتابع الصلاة. أي دين هذا؟ أي أدب مع صاحب المقام النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حصل معي ولم يحصل مع غيري. أنا أين أنا؟ في حلقة مصارعة؟ ولا قوة إلا بالله. قال بدعة يا شيخ. قال فمن قال من مشايخنا إن التلفظ بالنية سنة لم يرد به سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بل سنة بعض المشايخ لاختلاف الزمان وكثرة الشواغل على القلوب فيما بعد زمن التابعين. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.